أغلى بيت في أمريكا بيتباع ب 250 مليون دولار بس. البيت مش بس بيتباع بتجهيزاته وديكوراته الفخمة جدا، اللي من ضمنها ملعب بولينج، قاعة عرض سينمائي ومسرح وطيارة هليكوبتر، لكن كمان مجموعة مميزة جدا من العربيات والموتوسيكلات فوق البيعة. التقارير أكدت إن البيت بيتباع معاه أكتر من 10 موتوسيكلات و12 عربية، ومن ضمنها رولز رويس دون، فيراري 488، باجاني هوايرا، مرسيدس 540K موديل 1936، ومرسيدس 540K موديل 1936 قيمتها لوحدها حوالي 15 مليون دولار، بالإضافة لسبايكر سي 8 وأريال أتوم 3 وبنتلي كونتيننتال جي تي كونفرتبل ومورغان ويلر 3 وطبعاً بوجاتي فيرون، ده غير مجموعة الموتوسيكلات. شركة فولفو السويدية تستعد حالياً لتقديم عربيتها الجديدة كروس أوفر المتوسطة XC40 في أول إبريل الجاي. العربية من المتوقع ظهورها خلال فعاليات معرض شنغهاي الدولي للسيارات، ومن المتوقع أنها تتوفر بمجموعة متنوعة من المواتير المميزة، بالإضافة لنسخة هايبريد بالبنزين والكهرباء. وبعد ظهورها في معرض شنغهاي هيتم طرحها في الأسواق العالمية مع نهاية السنة دي أو بداية 2018. نجم الهيب هوب المعروف كريس براون ظهرت صور ليه على الانترنت وهو سايق عربية اللامبرجيني افنتادور في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية. براون اشترى العربية في 2015، لكن الجديد انه عدلها بشكل غريب جدا بعد ما رسم عليها رسومات مستوحاة من شخصية سونجوكو في الكرتون الياباني المعروف دراجون بول زي، بالإضافة لتلوين العربية برسومات وألوان مستوحاة من شخصية سبايدر مان المعروفة وكلمات من أغاني نجم الراب الراحل توباك. فين ديزل الممثل الأمريكي المحبوب بطل سلسلة أفلام The Fast and Furious سرب من غير ما يقصد أول صور لطراز دوج تشالنجر SRT ديمون الجديد من غير ما يقصد. فين ديزل نشر فيديو على صفحته على فيسبوك بيشكر فيه فريق العمل للجزء الثامن المنتظر من الفيلم، وظهرت فيه العربية الجديدة وراه عشان يشوفها عدد كبير من الناس، رغم أن الشركة ما عرضتش ليها غير مجموعة من الفيديوهات التشويقية اللي ما كانتش بتظهر فيها التفاصيل كاملة للعربية. فالتري بوتس السائق الفنلندي انضم لفريق مرسيدس فورمولا 1 عشان يكون زميل لويس هاملتون علشان يحل محل نجم الفريق السابق وحامل اللقب 2016 نيكو روزبرغ، واللي فاجئ كل الناس بما فيهم فريقه بإعلان اعتزاله بعد الفوز بالبطولة مباشرة. بوتس حقق المركز الثامن في الموسم الأخير مع فريق ويليامز، واللي هيسيبه عشان يتنقل لفريق مرسيدس حامل اللقب الحالي. شركة هيونداي موتور كشفت أخيرا عن رؤيتها لمستقبل التنقل، وده من خلال طرازها الجديد أيونيك المزود بنظام قيادة ذاتية ذكية من خلال أحدث تقنيات تحديد المدى بالضوء أو بالليزر، وبتسمح أحدث تقنيات هيونداي موتور بالسير في الطريق وخوض أصعب حالات المناورة بأمان حتى وسط حركة كثيفة للمشاة، والتعامل بدقة مع الإشارات الضوئية ولفتات المرور الإرشادية والحواجز والمطبات والمشاة وحتى التقاطعات الخالية من إشارات المرور. وبتتعاون هيونداي موتور مع سيسكو الشركة البارزة عالميا في مجال المعلومات والتقنيات الأمنية. شركة كونتيننتال الألمانية المتخصصة في صناعة الإطارات قدرت تحقق نمو 11% في مبيعاتها خلال فترة 2016 في منطقة الشرق الأوسط، والإعلان ده كان من خلال مؤتمرها السنوي الخاص بشركاء التجزئة في الشرق الأوسط، واللي الشركة كمان كشفت فيه عن خطتها الخاصة بأسواق المنطقة لسنة 2017، واللي هتشمل افتتاح حوالي 58 منفذ جدد للبيع بالتجزئة في كل أنحاء المنطقة. ودلوقتي تعالوا نشوف تاريخ شركة رينو. شركة رينو الفرنسية تأسست سنة 1899 على إيد الأخوة الثلاثة لويس ومارسيل وفرناندو رينو. لويس رينو كان مهندس سيارات بارع جدا، وشارك في تصميم وتصنيع عدد كبير من العربيات التجريبية قبل ما يقرر تأسيس شركة عربيات مع أخواته اللي كان عندهم خبرة كبيرة في الإدارة من خلال عملهم مع والدهم في شركة صناعة الأقمشة. لويس تولى التصميم والتصنيع، ومارسيل وفرناند تولوا مهمة إدارة الشركة. أول عربية أنتجتها الشركة كانت 1CV، واللي اتباعت لصديق والد الأخوة الثلاثة في نهاية 1898، وفي سنة 1903 بدأت الشركة تصنع مواترها بنفسها بالكامل علشان تدخل مرحلة البيع بكميات كبيرة سنة 1905 من خلال صفقة عربيات تاكسي من طراز AG1، وهي العربيات اللي تم استخدامها بعدها بفترة في الحرب العالمية الأولى لنقل قوات الجيش الفرنسي. ومع مرور سنة 1907 كانت رينو بتنتج نسبة كبيرة جدا من التاكسيات الموجودة في باريس ولندن، وقدرت كمان رينو أنها تكون أكتر الماركات الأجنبية مبيعا في نيويورك سنة 1907 و1908 عشان تبقى أكبر صانع للسيارات في فرنسا. خلال نفس الفترة الأخوة رينو قرروا أن هم يدخلوا المجال رياضة السيارات بعربيات رينو، واللي سأوها بنفسهم عشان يروجوا لعربياتهم. لكن للأسف مارسيل مات في حادثة خلال سباق مدريد باريس سنة 1903، ورفض لويس أنه يشارك في السباقات مرة تانية بعد وفاة أخوه،
لكن على الرغم من كده فضلت رينو متواجدة وبقوة في عالم سباقات السيارات، وقدرت تحقق أول فوز في سباقات الجائزة الكبرى سنة 1906. ومع تقاعد فرناند سنة 1906 لأسباب صحية ووفاته سنة 1909، لويس بقى المالك والمدير الوحيد للشركة، وغير اسمها من سوسايتي رينو فرير لسوسايتي ديز أوتوموبيل رينو. رينو حصلت على سمعة مرموقة جدا في مجال الابتكار والفخامة اللي ميزت عربياتها، لدرجة ان اصغر عربية من انتاجها كان ثمنها في الوقت ده 3000 فرنك، وهي قيمة كانت بتوازي مرتب موظف متوسط في 10 سنين. لكن في 1905 الشركة قدرت تدخل تقنيات جديدة لتسهيل التصنيع بكميات كبيرة، بالإضافة لتبني طريقة الإدارة المبنية على أسس علمية عشان تكون من أوائل الشركات الفرنسية اللي تبنت المفهوم ده في الإدارة. خلال الحرب العالمية الأولى الشركة تفرعت لتصنيع الأسلحة والذخيرة ومواتير الطائرات الحربية عشان تخدم الجيش الفرنسي، وحصل لويس رينو على وسام الشرف لمساهمته الناجحة في الحرب. وبعد الحرب الشركة دخلت لمجال تصنيع الأوتوبيسات والعربيات التجارية المخصصة لنقل البضائع للمرة الأولى في تاريخها، وبدأت في تصدير المواتير لمجموعة من مصنعي السيارات لأمريكا. خلال الفترة من 1919 ل 1938 لويس رينو بدأ يوسع نشاط الشركة لإنتاج الماكينات الزراعية والصناعية، بالإضافة للاستمرار في تصنيع مواتير الطائرات والمعدات العسكرية. وفي الثلاثينات قدرت تاخد حصة من أسهم إير فرانس، وشاركت في تأسيس شركة البريد الجوي إير بلو. تعالوا نشوف مين معنا في الركنة الأسبوع ده. رياضة السيارات في مصر من الرياضات اللي للأسف مش واخدة حقها بشكل كبير، رغم كونها بتحقق شعبية كبيرة قريبة من كرة القدم وليها عشاقها ومتابعيها من كل الأعمار. الحقيقة رياضة السيارات وخصوصا سباق الدريفت بدأت تنتشر في الفترة الأخيرة، وعدد المسابقين والمتابعين للرياضة في تزايد مستمر، لكن كل ده بيتم بمجهودات فردية وبإمكانيات محدودة، وممكن تتطور كتير جدا لو أخدت حقها من الاهتمام من الدولة ومن وسائل الإعلام. وزي كل الرياضات، رياضة السيارات محتاجة للأماكن مخصصة لممارستها، ولازم تكون في حلبة سباقات للتدريبات والمسابقات عشان يقدر المتسابقين يتنافسوا ويتدربوا عليها، وده أفضل لتوظيف طاقتهم بدل ما يكون في جري وتهور على الطرق. ده بالإضافة لإفراز المواهب اللي تقدر تمثل مصر في السباقات الدولية، مع العلم إن المتسابقين بيتحملوا تكاليف كبيرة جداً من ميزانياتهم الشخصية علشان يعدلوا عربياتهم بشكل مناسب، ده غير صيانتها بشكل مستمر. رياضة السيارات في مصر تستحق مننا إننا نقدرها، وعلشان كده كان لازم تكون معانا النهاردة ركنة صح. لو عندك أي سؤال يخص العربيات ببساطة بعتوه على صفحة الجراج على فيسبوك، وإحنا هنرد على كل الأسئلة دي في الحلقات الجاية. كريم أحمد عايز يعرف مواصفات تويوتا CHR الجديدة، بنعودك إن إحنا هنعرض لك معلومات عن العربية في الحلقات الجاية. محمد هادي عايز يعرف معلومات عن جريت وول C30. محمد للأسف إحنا معلوماتنا بتقول إن العربية مش موجودة في السوق المصري حاليا. مروان حازم عايز يشوف مقارنة ما بين BMW M3 E46 و M3 E92. مروان إحنا هنحاول نقدم تاريخ كل الموديلات اللي اتقدمت من فئة M في الحلقة الجاية. طارق سامي بيسأل عن سعر لاند روفر ديسكفري. طارق، كل أسعار العربيات موجودة على التكر اللي موجود أسفل الشاشة، هتلاقي فيه أسعار العربيات اللي موجودة في السوق المصري. مصطفى محسن بيقول ليه شركات العربيات مش بتقدم عربيات فوق الـ 2200 سي سي؟ مصطفى، علشان ببساطة سعر جمارك العربيات اللي فوق الـ 2000 سي سي بتكون غالية جدا، فبالتالي سعر العربيات هيكون مبالغ فيه. ابعتوا لنا اي سؤال عايزين تعرفوا اجابته من خلال صفحتنا على فيسبوك، ولو فاتتكم الحلقه ممكن تشوفوها على قناه الجراج على يوتيوب. مستنيينكم الجمعه الجايه، مع السلامه.